من دبي معي الدكتورة ميس محمد، أخصائية تنمية اجتماعية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة ميس. يعني دائما في حديث عن سيئات مواقع التواصل إذا ما تم الإدمان عليها، طبعا برأيك هو إدمان أم فقط عادة؟ هي برأيي فقط عادة، ووجهة نظر الناس للصورة اللي يشوفوها على الفيسبوك أو على شبكات التواصل الاجتماعي هي وجهة النظر اللي تأثر على نفسيتهم. لما تكون وجهة نظرهم للصورة اللي يشوفوها على فيسبوك أو على أي شبكات تواصل اجتماعي يحسسهم بالنقص، هو هذا اللي الفكر مالهم اللي يفرز هرمون الكورتيزول، لأنه احنا أحاسيسنا أو مشاعرنا هو عبارة عن ردة فعل التفكير، فلما تفكيرنا يكون سلبي بسبب وجهة نظرنا لأي شيء في الحياة مو بس في شبكات التواصل الاجتماعي يفرز كورتيزول في المخ اللي يؤدي الى الامراض وضغط نفسي والى اخره. طيب كل ما هيك عم نحكي عن الاستراحه لخمس ايام بتساعد بهالموضوع، بوجهه النظر اللي بتخلينا نشعر احساس سيء، وهيك عم تقولي حضرتك دكتوره مايس، بشو يعني وجهه نظر؟ يعني عن اراء على الفيسبوك، شو المفروض اللي بيزعج عن جد الشخص؟ اراء على الفيسبوك ما بتعجبني، حالات معينه في بعض الاشخاص بتحس بالغيره من اشياء معينه بتشوفها على الفيسبوك، شو يلي بيتعب نفسيا تحديدا؟ هي مو الصورة اللي يشوفوها تحديدا على الفيسبوك اللي يزعجهم، اللي يزعجهم تحديدا لما يشوفون مثلا صورة ممثلة أو صورة ممثل فلاني إذا كان مشهور أو إذا كانت صورته مثلا مرتاح نفسيا، يشوفون وجهة نظرة أنه أنا مو مرتاح نفسيا، إيش معنى هذا الإنسان مرتاح وأنا لا، أو إيش معنى هذا الشخص عنده وأنا لا. هذا النوع من التفكير اللي يفرز الكورتيزول، فلما يكون التفكير سلبي على اي صوره اللي يشوفوها اكيد صحيح هو ايه صحيح. هذا ما قصدته بموضوع انه في بعض الغيره بتصير، عم نعرفها من الناس نعرفهم، يعني بتصير في غيره على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب حتى لو ايه حتى بس لو هيدا كمان بالحياه، حتى لو اخذ استراحه نقطه، حتى لو اخذ استراحه خمس ايام هذا مو حل المشكله. طبعا هو عباره عن مثل الدواء انه يهديه لمده خمس ايام، بس الفعل انه الحياه الطبيعيه اللي احنا نعيشها ممكن نشوفها برا من غير شبكات التواصل الاجتماعي، نحس بالغيره، نحس بالقهر، نحس بالنقص. فحل المشكله انك تحل المشكله الاساسيه اللي هي تفكيرك، وجهه نظرك للعالم اللي خارج الجسد. إلى أي درجة هذه مشكلة ماذا تعد سيدة ميس اجتماعية؟ لماذا دائما يتم ربط هذا الموضوع بوسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني هذه مثل ما قلتي شخصية نفسية، إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو بحياتنا العادية بيومياتنا، حتى باليوميات يمكن أكثر بتكون، لأنه على وسائل التواصل منضلنا نحن نقول إنه في شيء مبالغ فيه، في شيء مش حقيقي، على الحياة الشخصية هوك ناس بيزعجوا الموضوع أكثر. صحيح صحيح، وهذه نقطة مهمة. الحياة الطبيعية ممكن تتعب الإنسان أكثر من الحياة على شبكات التواصل الاجتماعي، بس الناس تقارن نفسهم وحياتهم بالصورة اللي يشوفوها على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي عبارة عن صورة، اللي عبارة عن فوتوشوب، اللي عبارة عن مو حقيقية، عبارة عن وجهة نظر، اللي رسالة يرسلوها للناس إن كانت إيجابية أو سلبية. فالناس لما تشوف هذه الصورة في الحقيقة أم في شبكات التواصل الاجتماعي يشوفون الطريقة اللي هم يفهموها بحياتهم الخاصة. نعم. بعدين يقومون يقارنون حياتهم الخاصة بهذه الصورة ويشوفون النقص اللي فيه، والتفكير هذا اللي يسبب الكورتيزول والضغط النفسي والأمراض النفسية. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتورة ميس محمد، أخصائية تنمية اجتماعية.